استقبل رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي الرئيس الحالي لبرلمان دول سيماك، حيث تم التطرق من خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا المتعلقة بممثلي الشعب في دول السيماك. محمد عثمان بشير. بعد أيام من انتخابه رئيسا لبرلمان دول السيماك، محمد علي كوسو حل اليوم ضيفا على رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي، حيث تباحث الطرفان خلال اللقاء على العديد من القضايا العالقة بين برلمان دول السيماك. وعند خروجه من هذه المقابلة، رئيس برلمان دول اللجنة الاقتصادية والنقدية بأفريقيا المركزية التي تعرف اختصارا بسيماك تحدث عن الهدف من هذا اللقاء. شكرنا رئيس البرلمان من مقابلات الحرة في المطار، جينا شلنا منه وسيعة كيف برنامج بتاعنا ينجح. اليوم التكس الكثير كله في أفريقيا الأسطى ده من جايين من السيماك بس قد نتبقوا. وتتمثل دول السيماك الستة في تشاد، الكاميرون، غينيا الاستوائية، أفريقيا الوسطى والجابون وجمهورية الكونغو برازافيل. وأكملت هذه الدول جميع الخطوات الأساسية للتكامل الاقتصادي بما فيها التكامل النقدي متمثلة في العملة النقدية الموحدة على وهو الفرنك سيفا. وسيواجه محمد علي كوسو الذي انتخب لعام كامل على رئاسة برلمان دول السيماك العديد من التحديات المختلفة.